عايزة ايه؟ بدون عايزة ايه؟ ذاكرة الواجب. ايه عايزة ايه؟ ما بتحفظيش ايه؟ الضرب عشان بتبقى بتعرف الاسم. هتلبسيني الشراب؟ طب ما انا مش نازل. قلت لها ما هي لسه قايلة انا مش نازل. يا بنتي يا حور حور يا حور رد عليا كده كده لبسته؟ كده لبست الشراب عشان انزل بيه؟ ابوك يريح دماغه لا دي بتلبسني الشراب. بص 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 والله انت حنين يا حور. شكرا يا حور شكرا. التاني طب هتلبسي استنى تلبس الشراب هوبا يلا هو ده بيتلبس في الرجل. ايوه شكرا يا عسل شكرا شكرا حبيب شكرا شكرا يا باب تسلم ايدك شكرا 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 ايوه ايوه خلاص لبست خلاص انا كده لبست. دي بتلبسه هي بص بص غلبت معايا قالت لا اجرب عليا انا بقى البس يا معلم خلاص شكرا شكرا يلا قومي بقى بالملوخيه اللي انت عامله بيها مكياج دي البسيها انت ما انا كده بتلبس لبستها في ايديها وخلصت الموضوع. لا بتدعك اه اوعي اوعي دي بتقعد تاني